أيوة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا example يتعلق ب كيف نعمل coordination ما بين breaker number 3 2 1 and 0 in a distribution system. لذلك overcurrent protection coordination in distribution system. لذلك هذا مهم للمهندسين للقوى الكهربائية اللي يعملون في مجال ال distribution system، فكيف راح يختارون ال current transformers وال time delay relay اللي راح تتحكم بالcircuit breaker، بحيث أنه إحنا لازم نحرص على أنه لما يحصل fault هنا for example لابد أنه breaker 3 يعمل في البداية. إذا صار failure breaker 3 ما عمل، لازم breaker 2 يعتبر كباكب لbreaker 3، فهو لابد أنه يشتغل to disconnect the يعني fault faulty system from the rest of the system. إذا breaker 2 ما اشتغل كذلك، breaker 1 لازم يشتغل وهلم جرى. فكيف نحرص على أنه breaker 3 يشتغل قبل 2 قبل 1 قبل 0؟ فلازم نعمل coordination بحيث أنه 3 يكون the fastest، أسرع شيء يكون للاستجابة للعطل يكون breaker 3، بعد ذلك breaker 2، بعد ذلك breaker 1، بعد ذلك breaker 0. هذا بالنسبة للراديال سيستم. راديال ديستريبيوشن سيستم فيها الرينج ديستريبيوشن سيستم، وهذا وضعه مختلف. لازم نعمل شو اسمه دايركشنال ريلايز instead of these relays. لذلك السؤال هذا يقول pick up the current transformer و أعطانا using C07 characteristics to protect the lines of all buses، واختار هو coordination time delay between each breaker 0.3. ففي coordination time between breaker 3 and 2.3 seconds. Seven characteristics of the time delay relay هو موضح في الرسمة هذه. فإحنا لازم نوجد اللي هو التاب setting of the current transformer، كذلك time dial setting of the relay. فعندنا كذا خيار من نص إلى 11، وهنا من 1 إلى 20، وهنا time الزمن in seconds، وهذا log by log طبعا. فأول حاجة احنا عندنا معطى 3 phase fault 600 أمبير، وهذا يعتبر maximum fault، والline to ground fault 300 أمبير، وهذا يعتبر المينيموم fault current. عندنا معطى الباور كونسامبشن للحمل هذا اللي من باص نمبر 4 وباص نمبر 5، 1 هنا 1 ميجا وات. لذلك في البداية نحتاج نوجد اللود كارنتس، النورمال لود كارنت. طيب لحساب اللود كارنت ات سين باي بريكر 3، فاللود كارنت سين باي فاللود كارنت سين باي بريكر نمبر 3 حيكون هذه الميجا وات، تعتبر 2 ميجا وات 2 في 10 أو 6
مقسوم على روت 3 في الفولتج اللي هي 34.5 في 10^3، هذه الفولتج. أنا هعتبر هذه فولت أمبير بدل ما تكون واتس، كي ميجا فولت أمبير MVA، لأنه هي ما مش معطى الباور فاكتور. فحيساوي اللود كارنت في الحالة دي، اللود كارنت حيكون 33.5 أمبير. نوجد اللود كارنت في بريكر 2، فبريكر 2 حينجمع الواحد ميجا في اي هنا، الواحد ام في اي، والاثنين ام في اي هنا، فحيكون 4. في 10^6 على جذر 3 في 34.5 في 10^3، فحيساوي 67 أمبير. بريكر 1 حيشوف 2 زائدا 2 زائدا 2 هنا، فيكون 6. فاي بي 1 حيساوي 6 ميجا VAR في اي على جذر 3 في 34.5 في 10^3، فهذا حيساوي 100 أمبير. و اي بي 0 حيساوي، نجمع الاثنين هذا نضيفها فتعطينا 8. راح يعطينا 133.9 أمبير. طيب الآن وجدنا اللود كارنت اللي يشوفه كل بريكر في حالة النورمال أوبريشن أوف ذا سيستم. في حالة الفولت كارنت اتس ديفرنت. يعني الآن بعد إيجاد هذه التيارات النورمال كارنتس، نحتاج نوجد الـ current transformers. current transformers for each relay. فأنا في الـ current transformer relay number 3. طبعا احنا عندنا الـ current transformers في different ratios. في عندنا من 200 إلى 5، من 400 إلى 5، من 600 إلى 5، إلى حنجد من 6000 إلى 5. ففي يعني أنواع مختلفة اتساترا. يعني ف في الديستريبيوشن سيستم حنكون في الرينج هذا، من 200 إلى 5 إلى 600 إلى 5. فحختار أنا لل current transformer for relay number 3، حختار ال 200 إلى 5. لذلك الـ I B3 داش اللي هو الكرنت اللي حيمشي في الكويل حق الريلي حيكون 33.5 مضروبة في 5 على 200، وهذا يساوي 0.8 4 أمبير. وحختار كذلك CT2 للريلي بريكر نمبر 2 أو ريلي نمبر 2، كذلك أختار 200 إلى 5. فالآي داش B2 حيكون
حيساوي 67 في 5 على 200، حيعطيني ما يقارب 1.7 أمبير. والآي بي 1 داش كذلك حختار 200 إلى 5، فحيكون 100 مضروبة في 200 على 5 حيساوي، أو بما أن التيار أعلى الآن إلى شو اسمه وصل 100، فبالتالي أنا حختار يعني for safety reason بختار 5 إلى 400. فالسي تي هنا البريكر 1 هو 5 على 400، فحيعطيني something like 1.25 أمبير. والآي والسي تي البريكر 0 برضو حختار 400 إلى 5، فالآي بي 0 داش اللي يمشي في الريلي حيكون 134 تقريبا مضروبة في 5 على 400، فهذا حيساوي 1.67 أمبير. الآن بعد ما وجدنا النورمال currents that is flowing through the relay coil، حبدأ أختار التاب سيلينج. التاب سيلينج يحدد كما في الرسمة هنا، يحدد اللي هو multiples of tap value currents، فهو يأتي بمضاعفات الفولت كارنت في الريلي كويل. ف first of all احنا حنبدأ نسوي الديزاين عند الماكسيموم كارنت، والماكسيموم كارنت هو 3 فيس فولت. 3 فيس فولت معطى عندنا في السؤال هو 600 امبير، ف 600 امبير حتمشي في بريكر 3 كالآتي، حتنضرب في الكرنت ترانسفير ريشيو، فراح تعطيني في الحالة دي 15 أمبير. حختار الآن تاب سيلينج، اختار تاب سيلينج هنا ب 5، فهذا التاب سيلينج هو عملية ديزاين. فبالتالي الأرقام هناك أكثر من حل صحيح، فراح تعطيني هنا 3 أمبير. بما أن بريكر 3 هو أول بريكر لازم يعمل تريب للفولت، فما كما نلاحظ هنا في الرسمة إنه هنا المالتيبل اوف تاب فاليو كارنت، وهنا التايم دايل سيتنج، فكل ما نقص التايم دايل سيرينج كل ما البريكر يعني اشتغل بطريقة أسرع. فإحنا نحتاج إنه بريكر 3 يشتغل بشكل أسرع، فحختار أنا التايم دايل سيرينج الأقل اللي هو نص. فالآن ححسب الزمن، الزمن for breaker 3 to operate حيساوي، أروح للرسمة، فأنا عندي 5 أمبير وعندي نص، فالبريكر هذا حيعمل عند ما يقارب 0.2 أو something ك 0.2. فأنا كذلك حتى أكون أسرع من كذا حأختار هنا بدل ما هو 5 اختار، عفوا هنا عندي 3 امبير، انا ليش رحت الخمسة، عندي 3 امبير وعندي نص، فحيكون عند البوينت 2 something 2 2 مثلا او
أو تقريبا 2، نعم بالضبط. فالأوبريتنج تايم هنا 0.2، وعندنا في السؤال إنه هذا الريلي لما يرسل السيجنال إلى البريكر، والبريكر يأخذ 0.1 second to operate، فهتساوي 0.3. الآن الكوردينيشن تايم between breaker 2 and between breaker 3 and 2 هو 0.3 second، فبالتالي breaker 2 لازم يعمل عند 0.3 زائد ان الكوردينيشن تايم اللي هو 0.3 اللي هو 0.6 seconds. إذن ال 0.6 seconds هذا التايم اللي هو breaker 2 يعمل فيه. هختار الآن التايم سيتنج، ف600 بما انه الكرنت ترانسفورمر نفسه فيكون 600 في 5 على 200 حيعطيني نفس الحل 15 امبير. هستخدم تاب سيتنج للبريكر هذا ويساوي ال أنا حرجع للديزاين وأعيد الديزاين في 1 حتى يكون العملية أسرع في استجابة للفولت. راح أختار 10 هنا، راح يكون 1.5، وال 1.5 أقل من 2، إحنا لا يسمح لنا أن نكون أقل من 2 في الريجن هذا، فحختار كم؟ أختار حتى يكون أسرع، هختار 2 حيعطيني 7.5 أمبير. أنا أبغى أسرع فبالتالي أختار تايم سيرينج أقل، صحيح فيكون 7.5 مع النص اللي هنا. ففي الرسمة الزمن حيكون هنا 7.5، فسبعة ونص مع النص اللي هنا فراح يعطيني 0.15 تقريبا. ليس هناك تأثير كبير، ولكن يجعل العملية أسهل في الديزاين إذا بدأنا بأسرع وقت. 0.15 زائد 0.1 الأوبريتنج تايم 0.25 سكند زائد 0.3 فتكون هنا 0.25 زائد 0.3 0.55 سكند. فهنا التاب سيرينج هختارها 3 فراح تعطيني ما يقارب 5 أمبير. فأنا حأعمل ما بين 5 أمبير والزمن اللي المفترض يعمل فيه بريكر نمبر 2. فأذهب للرسمة فنقول 5 أمبير هذه هي، زائد الزمن اللي هو 0.55 0.1 2 3 4 5 حيكون something هنا يعني. فأعمل تقاطع ما بين الخمسة ومع 0.55 فيكون something هنا. لو جينا في رسمنا curve هنا تقريبا حتكون في المنتصف، ولكن اضطر انا اني اذهب ال 2 اللي هي الكيرف اللي بعد ال 1، فهختار التايم دايل سيرينج اوف 2 ف
لما اروح لتو الزمن هنا حيتغير للبريكر 2، فحيكون حيعمل البريكر عند البوينت سفن. حيكون العمل عندي هنا بوينت سفن، صح هو أكبر من البوينت فايف فايف بقليل، ولكن هذا المتاح. فالآن اخترت أنا التايم دال سيرينج لبريكر 2 وهو 2. الآن لبريكر 3، time for breaker 3 to operate هيساوي البوينت 7 زائد الكوردينيشن تايم اللي هو 1 second. بعد ثانية حيعمل trip breaker 3. فالآن بما أن breaker 3 التيار اللي بيمشي فيه حيكون 600 × 5/400، لأنه different current transformer راح يعطيني 7.5. حختار أنا 2 هنا، راح يكون ال أو 3 حيعطيني 2. حختار 2 حيعطيني هنا ال 3.75 أمبير. فأعمل coordination ما بين الأمبير والزمن 3.75 حتكون هنا تقريبا مع الزمن اللي هو 1 second. فهنا 3.75 حيتقاطع مع التو مع الون هنا، ولكن حضطر اني اطلع الى البوينت 3. فتقاطع مع البوينت 3 حيعطيني operating time 1.15. في الحالة هذه حيكون عندي الزمن for operation حيكون 1.15، والtime dial setting للbreaker ليس 3 إنما 1، عفوا breaker 1 حيساوي 3. for breaker 0 time of operation حيكون 1.15 زائد coordination time حيكون 1.45 second، وال i ب 0 داش نفسها هنا حيكون 7.5. هختار له time dial setting of 3، time setting of 3 حيعطيني 2.5 امبير. هعمل coordination بين الرقمين هذه، ف 2.5 مع ال 1.145 عندي هنا 0.1234 يكون something هنا. أنا حاجعله أسرع وأرجع لتو، أو عفوا ما أقدر أرجع، أروح للي بعده اللي هو 3، فيروح الـ operating time عند الـ 1.8. فأرجع هنا أعدل الزمن حيكون 1.8، والـ time dial setting 0 حيساوي 3. فالآن لو جينا وسوينا جدول،
هنا البريكر نمبر، نبدأ بثلاثة اثنين واحد زيرو، هنا التايم سيرينج البريكر، وهنا التايم دايل سيرينج، فقلنا هنا تو ونص، هنا قلنا ثري و تو أعتقد، نعم عندنا 2 وقلنا ال time setting of 3 breaker 3 1 عندنا 2 و 3 و breaker 0 عندنا 3 و 3 هنا 2 و 3 هنا 3 and 3. الآن هذه صممنا احنا للماكسيموم كارنت، الآن نبغى نتأكد انه عند المينيمم كارنت السيستم كذلك راح يعمل بشكل صحيح. نتأكد عن طريق قلنا المينيمم كارنت هو اللاين تو جراوند فولت للسيستم، فقلنا انها 300 امبير. في حالة الـ IB3- حيكون 300 في 5 على 200 راح يعطيني في الحالة هذه 7.5 أمبير. عندنا التايم سيرينج بالنسبة لهذه 2 فراح يعطيني 3.75 أمبس، والتايم دايل سيرينج عندي نص بريكر 3 ساي نص. فنشوف الزمن في الرسمة فسبعة ونص، قلنا 73 عفوا مع النص راح تعمل عند البوينت 2، ف التايم فور بي 3 تساوي بوينت 2 زائد انا بوينت 1 حيكون الاوبريشن بوينت 3. Time for breaker number 2 تساوي عندنا احنا اول حاجة انه ال IB2- حيساوي 7.5 بما انه نفس الكرنت ترانسفورمر مضروبة في او مقسومة على التايم سيرينج 3 راح يعطيني 2.5 امبير. في الحالة هذه 2.5 أمبير مع الـ time setting of 2، operating time هنا عبارة عن 1.2 فيكون 1.2 seconds. نتأكد أن الـ coordination time أكبر من 0.3 راح يكون ال 1.2 minus ال 0.3 هذا حيساوي 0.9 وهو أكبر من ال 0.3 وهذا أوكي. الآن for breaker number 1 يساوي 7.5 عفوا حيكون 300 مضروبة في
خمسة على 400 يكون 375 أمبير. تايم سيلينج عندنا هنا 2 حيساوي 1.9 أمبير. فنجي هنا للرسمة 1.9 أمبير هنا زائد التايم ده سيلينج اوف 3 هيعمل عند 2.3 في الزمن عندنا of breaker 1 يساوي 2.3 seconds. وفي الحالة هذه coordination time نتأكد منه 2.3 ناقص 1.2 حيساوي 1.1 هو أكبر من 0.3 coordination time وهذا أوكي. نجي لي الـ IB0 IB0 حيكون 3.75 تقسيم 3 حيساوي 1.25. فنجي للرسمة 1.25 هنا وهذه كلها خارجة برا الرينج، لذلك أنا أحتاج إني أعمل في الرينج اللي هو أكبر من 1.6، لذلك أحتاج أغير التايم دايل سيتنج هنا إلى 2 أو إلى 1. فلو جينا نرجع للديزاين ونختار هنا 2 في الحالة ذي هاخذ 3.75 أمبير مع الزمن هذا نشوف كم راح تعطينا. عندنا ال 1.8 من هنا مع الثلاثة 3.75 هنا، فلازم تكون أكبر من الزمن اللي احنا افترضناه في الأول. قلنا انه ال TP1 هي 1.15، فنجي هنا اللي هي 1.15 من جديد ونطلع من ال فطلعت معي تقريبا 1.15 تعطينا 1.45 مع 3.75. فأرجع للرسمة 1.45 حتكون something هنا مع 3.75 حتكون هنا. في الحالة دي أنا حختار 4 راح تعطيني 1.7 أو 1.6. ف 1.6 دي breaker 0 to operate
هنا التايم دال سيلينج حتكون 4، فاحتاج اعدل هنا 2 4. في الحالة ذي حتكون 2، هنا حتكون 1.9 امبير، 1.9 مع الأربعة تايم دايل سيرينج، فأجي هنا 1.9 مع الأربعة حيكون الحل 3.1، فالتايم فور بي زيرو حتكون 3.1 سكند. ولو تأكدنا من الكوردينيشن تايم انه في الرينج ماينس 2.3 حيساوي 0.8، وهذا اكبر من 0.3، لذلك تشيكت. فالآن توصلنا الى الحل النهائي لاختيار الكرنت ترانسفورمرز واختيار السيتنجز حقت C07 break relay for the breaker. أرجو أنه الشرح كان واضح، وأتمنى التوفيق للجميع.